هل تعتقد أنه أزمة ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي كما يصفها البنك المركزي أنها أزمة فنية وأزمة طارئة، أم هي بداية لأزمة سياسية تضافرت بها عوامل داخلية وخارجية قد تكون عقباها غير حميدة؟ عودا إلى المقدمة وإجابة على سؤالك، حقيقة الأزمة افتعلها البنك المركزي وهو في نفس السياق قدم أزمة سابقة في زمن حكومة الكاظمي، وبالتالي هذا البنك أصبح اليوم يشكل عبء على العراقيين في مجلس إدارته وبيان الهزيل الذي أطلقه اليوم قبل وبعد اجتماع مع السيد السوداني الذي غيب الأزمة بطريقة وأخرى وسفها كل هذه الانتقادات حقيقة والمآخذ من قبل الشعب العراقي تجاه هذه المعضلة والأزمة الكبيرة بعد عدم الإشارة إلى في اجتماع مجلس الوزراء اليوم. كنا نتأمل أن يكون هناك إشارة واضحة في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم على الأقل لتطمن بها السوق الذي تم ضربه بالعمق من خلال تدمير القطاع الأخير الذي يعد هو قطاع التنمية الوحيد وهو القطاع الخاص. الإشكالية اليوم حقيقة أستاذ نجم أصبحت واضحة للجميع بأنه لا يوجد هناك دولة تقود بفكر وتخطيط، وإنما دولة تقود بفكر وخاص تابع للمكاتب الاقتصادية التي تدير الأمور من حيث اختراق الأزمات، وبالتالي فإن هذه الأزمة إما تسوغ بشكل محلي أو تتصور وتكون أزمة دولية كما يحدث الآن، وأصبحنا ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتخاصمة إقليميا ودوليا. في جملة الأسباب التي كنت قد ذكرتها تقول أن الأزمة في شقها الداخلي هي أزمة افتعلها البنك المركزي، ممكن تعطيني توضيح كيف افتعل البنك المركزي أزمة زيادة سعر صرف الدولار؟ العراق بلد غني، إذا ما قسمنا الثروات مالته إن شاء الله أستاذ منار يكون ضيف حقيقة مساهم بهذا الموضوع، إذا ما قسمنا الثروة نجد أنه تقريبا أكثر من 60 تريليون من الأوراق النقدية العراقية موجودة في البنك المركزي، يتبعها أكثر طبعا أكثر من 40 تريليون هو عبارة عن ودائع تقريبا للمصارف في المصارف الحكومية، تتبعها سندات وإلى آخر من أصول أموال، يعني يصل تقريبا إلى 160-170 مليار تلعف تريليون موجود في عموم العراق، وبالتالي هذا فقط من الأوراق النقدية العراقية. نفس الوقت احنا عندنا أموال وصلنا تقريبا إلى 100 مليار دولار من خزائن البنك المركزي مقسمة إلى ذهب، أصول ذهب وأصول نقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي. أستاذ نجم، أزمة الحوالات اللي طالبت بها الولايات المتحدة الأمريكية من نوع من الرقابة باعتبار الدولار ويعود إليها أزمة ليست وليدة اليوم، وإنما هي حقيقة فضيحة كبيرة تمارسها النافذة بيع العملة وتجار مرتبطين بها من مصارف وصيرفات من فئة ألف وبي، وهذه الصيرفات هي أساسا جعلت لتمويل كثير من التجار المرتبطين بالدول الجوار من ضمنها تركيا وإيران وحتى بلدان الخليج. لو تجي على الميزان التجاري ساد نجيب، احنا الميزان التجاري مالنا هو أحادي، يعني ما عندنا أي تكافؤ مع أي دولة، تبادل تجاري يصل إلى حتى 1%، وبالتالي هاي مشكلة كبيرة. أنت تصل مع دول مجاورة إليك بعدم وجود ميزان تجاري، إذن عليك أن تجد حلول استراتيجية. من هذه الحلول الاستراتيجية هو يجب أن يكون للبنك المركزي الدور الرئيسي خصوصا في مسألة تنمية القطاعات الخاصة كإعادة معامل أو تمويل مصانع أو كذا. البنك المركزي اليوم ممكن إحنا نلقي بظلال بسيط جدا على أداء هو عبارة عن يعني حمال أموال، لكن هذا الحمال مع الأسف لا يعطي حقيقة أهل الولاية والحق إلى اللي هو الشعب العراقي الجزء البسيط من حقوقه. من ضمن هذه الجزء الحقيقة هو امتلاك المواطن العراقي العملة الصعبة. يعني على الأقل كان مفترض عند بداية الأزمة أن يكون هناك قرار سريع من مجلس النواب أو مجلس الوزراء بتضمين جزء من راتب تقريبا يصل إلى 6 مليون مستفيد في العراق أو أكثر، جزء من الراتب إلى على الأقل 25-30% هو بالعملة الصعبة، وبالتالي يكون هناك استقرار محلي. وجود مزاد العملة هو
شرعا الفساد واضح جدا. طيب يا دكتور، وعبارة عن نعم نعم أنا